الشهوات، نحن يا اخواني نقول يا ليتنا كنا معكم، ولكن هل سألنا انفسنا هل نستحق ان نكون معهم؟ هل كان العباس لا يصلي؟ وهل كان الاكبر شتاما؟ وهل كان القاسم ونحن في ليلته يكذب؟ تعود الذكرى مره اخرى وتعيد لنا صلابه الحسين واصرار الحسين في معركه الحق ضد الباطل. هذه المعركه التي تتجدد في زماننا وفي كل زمان، فاختر مع اي المعسكرين تقف، مع